السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على المحطة المتعددة الاستعمالات الواقعة بالخادم وما يسمى بالستاسيون ملتي مودال. ستاسيون ملتي مودال يعني معنا فيها أكثر من بليزيور مود دو ترانسبور. إذا المحطة هذه نروح نشوفه، نكتبه ستاسيون ملتي مودال ملتيمودال. إذن هذه هي المحطة، شوفوها هنا فيه بروغريسيون اشغال، راهي تقدمت شوية، وانه الملاحظة كذلك لاستاسيون بدأت تاخذ الشكل نتاعها، الشكل النهائي نتاعها، وفيه اذا طريق سوف تنشأ من جانب هذا، فيه طريق من هنا، وكذلك كاين الطريق هذا اللي هنا يتوصل هنا، وهذا الطريق يهبط من هنا نحو محطة المعدومين تاع ترامواي الواقعة الآن حي رويسو. إذا باتجاه حي رويسو نزيد نأكد على أنه فيه خط لترامواي ما بين هذه المحطة تاع حي المعدومين والمحطة تاع بير خادم على امتداد حوالي 3 كيلومترات. وهذا الخط تاع الترامواي الى يومنا هذا مازال ما لم تبتدئ الاشغال، رغم ان الخط هذا راه مبرمج من طرف الوزارة المعنية بالامر. اذا في انتظار التجسيد تاع الخط تاع الترامواي لتكتمل المحطة وتصبح فعليا يعني باتم معنى الكلمة انستاسيون ملتي مودال. والملاحظة الأخيرة الأخرى هي أنه المشروع هذا خذا وقت كثير، لأنه فيه تأخر كبير، يعني في هذا المشروع اللي راه بدأ في سنة 2012، إذن فيه 10 سنوات والأشغال ما زال ما انتهتش في المشروع هذا. في الأخير نترككم مع الصور نتاع الأشغال اللي راهي في الايام هذه، ايام راهينا تشوفوا الاشغال وين وصلت، يعني على ضوء الصور اللي راح نشوفوها في اخر هذا الفيديو. واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.